استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، معربا جلالة الملك المعظم عن بالغ اعتزازه بالدور المشرف الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يبذله سموه من جهود مثمرة لتحقيق المزيد من التقدم والنماء من خلال الدفع قدما بمسارات التطوير في العمل الحكومي وتعزيز المبادرات والمشاريع التنموية والإسكانية الطموحة التي تصب في صالح الوطن وتحقق تطلعات أبنائه الكرام وتعزز مكانة مملكة البحرين المتقدمة في مؤشرات التنمية، مشيدا جلالته بما تحقق للمملكة من إنجازات تنموية وتطور حضاري كبير طال مختلف أوجه الحياة وانعكست ثماره الطيبة على شعب البحرين الكريم. كما أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن تقديره لما شهدته البحرين مؤخرا من تنظيم ناجح للعديد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة واستضافتها لمختلف الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية التي ترسخ ريادتها وسمعتها المرموقة في جميع المجالات، شاكرا جلالته المواطنين والمقيمين على أرض البحرين المعطاء لما أظهروه من مشاعر طيبة ونبيلة في مناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة. وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، أعرب جلالة العاهل المعظم عن تمنياته الخالصة بأن يكون عام خير ورخاء وتقدم على المملكة وشعبها العزيز، وتتواصل فيه مسيرة الإنجاز والتميز والريادة لوطننا الغالي، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة دول العالم.